الفاقه بكير، وهي احلى شغله انه واحد يلحق رزقته بكير. استأجرنا هون شقفة أرض على الطريق وحمرنا تنور وصلنا نشتغل فيه، لأنه الأحوال صعبة مثلا وبدنا بقى رزق نعيش منه، وشغلة شعبية قديمة يعني كتير عالم تطلبها، والحمد لله مثلا ماشي حال، عايشين أمور جيدة. كنت اشتغل، كان عندي محل ألبسة وكان عندي محل عصافير اشتغل فيه، ومرت فترة اطلع على الكساح السجر، بس اضطرينا ونزحنا وما اشو هون مصلحتنا اللي كانت هونيك ما بتشتغل هون. فكرت اعمل هذا المشروع والحمد لله يعني صار عليه اقبال، وكل ما مثلا حدا بيجي بياكل عندنا بيرجع هو ببعت عالم مثلا، الحمد لله انه اللقمة طيبة والاسعار يعني الاسعار مو انه هالغالي، مثلا الفطيره 3.5 كوضع هيك منه مقبوله جدا. صار لي تقريبا من نزحنا مخان شيخون تقريبا 4 سنين، تعلمت من ايد شاب مخان شيخون احمد تلاوي اسمه، تعلمت على ايده يعني علمنا هون لحتى مشي حالنا، وهو فاتح طبعا فاتح معرض مصريين والحمد لله امور منيحه. بطلع من صلاه الصبح، صلي الصبح بطلع بعجين اجباري، بدي اجي مي سخني مشان لبين ما تختمر العجينه، بدها شيء ساعة ساعة ونص لتختمر، يعني على الساعة 7 أنا ببلش الشغل، بيكون الأمور جاهزة كلها الحمد لله. فاتحين نحن والشباب هون إكسبريس ودكان إسماني صغير، الحمد لله في شباب 2 عم يتعيشوا منه. صعوبات يعني ما في شيء الحمد لله، الأمور ممتازة بشكل عام كله. أنا بالنسبة لي ممتع كثير، مصلحة يعني عم طعمينا خبز أنا بحبها كثير. السلام عليكم.